أنا المساعد أول محمد دين مصطفى متعب منشق عن النظام منذ بداية الثورة، انضميت إلى قيادة الشرطة الليبية بالحرة. مهمتي الحالية تنظيم حركة آليات في سوق سراقيب، وبالدرجة الأولى تسيير حركة الإسعاف من وإلى المشفى. بالنسبة لتسيير الحوادث، يعني عملنا بالمركز شرطة خدمة فعلية تضمن كافة المخالفات، قمع كافة المخالفات، تنظيم ضبوط وإحالة المحكمة الشرعية في سراقيب. هل اقتصر عملكم فقط جوا المدينة ولا؟ لا، عملنا في حسب التقسيمات الإدارية كل القرى اللي تابعة لمركز سراقيب. نقوم بتنظيم كافة الضبوط في حال وقوع أي حادث أو مشاجرة أو حريق، كافة الأعمال تتعلق بالشرطة. المشاكل بالمركز ما بنعاني من مشاكل نهائيا. الصعوبات والصيدلات ما في صعوبات، ما في شيء صعوبات. عملنا الحمد لله كويس، وعلى عم بالعمل على أكمل وجه.